موال ومقاصد ومضامين مرتكزات الأمم المتحدة، ويذكرنا ما تفعله دولة الاحتلال التركي بسياسات نفسها الممارسة من قبل السلطنة العثمانية في نهاية عهدها البائد، من حيث قيامها بالمجازر والإبادات ضد الشعوب المنطقة الأصلاء الكرد والعرب والأرمن والسريان والأشوريين. كانت كما عهدها اليوم تمارس شتى أنواع الإبادة بحق شعبنا وعلى كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وجعل أطفال المدارس هدفا لوحشيتهم. إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر بأشد العبارات عموما ممارسات الدولة التركية بحق شعبنا، وبشكل خاص الجريمة المروعة المرتكبة بحق النسوة المتافقات والمرأة المناضلة والناشطات السياسيات في الآونة الأخيرة. فهؤلاء من أثبتنا ومثلنا إرادة المرأة والمجتمع، وأكدنا على حق تغيير مصيرها العادل منذ ثورة 19 تموز عام 2012 حتى اللحظة. كما أننا ندعو روسيا وأمريكا اللتان مقاطعة اتفاقيات وقف إطلاق النار مع تركيا منذ عام 2019 في أن تجبرها من خلال هذه الاتفاقيات وإيقاف جرائمها وإنهاء سياسات الإبادة. كما ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها وإنهاء احتلال تركيا وتدخلها السابق في شؤون المنطقة شمال وشرق سوريا.